ايه يا بنت مالك؟ تنحتي كده ليه؟ ايوه طارق نصار لحق يزهق منك قبل الجمهور؟ انا اتفاجئت بصراحه. يلا بقى. Have a nice time. Bye. ايه اللي مفرحك كده يا حبيبتي؟ ايه اشتريتي كام لحنه كده ورميتين في الزباله؟ انا فعلا مبسوطه وفرحانه بس مش عشان الهبل اللي انت بتقوله ده. انت عرفت ان طارق نصار طلق لؤلؤ؟ هو ده اللي مفرحك؟ ارجعوا لبعض تاني طبعا. ابدا بعد ما خانها مستحيل ترجع له. بص اتفضل. دي ساره. سارة؟ وانت تعرفها؟ إيه؟ لا هي انا شفتها في سهرة قبل كده كانت مع طارق نصار. وبعدين انت مالك ومشاكل مشاكل الناس؟ ما تخليكي في نفسك يا كاملي. بس انت متأكدة ان هما مش هيرجعوا لبعض تاني؟ ايوه طبعا متأكدة. مستحيل بعد الصورة اللي في ايديك دي. وعلى فكرة بعد طارق عنها في المرحلة دي هيوقعها كتير قوي وبكرة تشوف.